ما هي مخارج. المشكله ما درت تظبط معي، لانه اس او ما في حاجه اصلا، في ارقام، في حروف. قلت الشغلانه دي يا في حاجه انا فايت علي، يا في حاجه ما مظبوطه معي في التليفون. هو انت ما المفروض تتم السؤال خيال يا خالد. والله الخيال ودرنا، لكن والله بس الموضوع بتاع الكوست ده دايما عندي فيه مشاكل. انا برضو يعني انا قدر برضو ما معكم، احاول اظبطه من بدري، انا يعني برضو ما معكم. حي يعني حتى دايما في المشاريع اللي كنا بنشتغلها بعتمد على الاكاونتنت، وبحاول اشوف دايما يعني اكتر من هنا يعني المحاسبين والناس التراستد يعني كريفرنس كفاينانشال اوديتورز ولا كان هناك. فشويه كده كان عندي فيها مشكله يعني دايما. هي برضو انت كونه اصلا، ما انت في المشروع انت لازم يكون عندك، بيكونوا معاك ناس زي دي، لكن طبعا طبعا انت هنا بيدوك ليها عشان انك انت بس تكون فاهمة، عشان لما يجي واحد يقعد معاك وكده يقول لك والله احنا دايرين نعملها بالبارامتريك او 3 بوينتس او وات ايفر، تكون كويس فاهم انت بتكون فاهم بالضبط كده، انت تكون فاهم الموضوع شنو عشان ما يطلعوا ذاك الجبر زي ما قال الجماعه. طبعا. ايوه بالضبط كده. بعدين يا دكتور برضه في سؤال بتاع هنا البروجكت هاز الكوست فارينس 1.1 والسكادول فارينس 1.2، الاثنين بوزيتيف يعني الكوست فارينس والسكادول فارينس. وقام السؤال قال لك هاو از يور بروجكت دوينج؟ الاجابه الصحيحه في عندك المكتوبه في الجات هي اهيد سكادول اوفر بادجت، لكن هي كل القيم بوزيتيف يعني الكوست فارينس والسكادول فارينس، فالمفروض يكون اهيد السكادول اندر البادجت، يعني انت ما تجاوزت البادجت. هي المفروض الاجابه شنو؟ الاجابه جات حاجه عكس من كده؟ عكس كده، هي الاجابه الصحيحه اهيد سكادول اندر بادجت، يعني انت ما دام بوزيتيف ستيل اندر البادجت. اوكي ما في اول مشكله، ما تقلب نيجاتيف، اول ما تقلب نيجاتيف بتبقى بعد ذاك انت اوفر بادجت. اوفر بادجت ايوه صح مظبوط، احتمال بس اكون عملت في الحته الغلط يعني، لكن ما مشكله برجع لها بعد شويه. تمام، ما في يديك مشكله، العافيه. الله يعافيك. انا شريت لك الجماعه في الباب ولا شنو؟ ايوه محمد عثمان كده طمنتني، ما دام المهندسين عندكم مشكله في الكوست كان قدر قد قفل ساي انا. لا 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 مشكله كبيره لا لا انت عارف يا خالد، ما يعني هي انت ما بالضروره تكون انت، بس بالضروره تكون عارف الكونسبت بتاعها، لكن ما بالضروره انك انت تعمل الـ 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 العمليات الحسابيه دي كلها، ما بالضروره تعملها انت. لا والله يا دكتور انا احنا هتجينا صح؟ انا حاسس المفروض الواحد يكون كده الامتحان هتجي لك ده عارفة. لا في الامتحان هجيك ديفينتلي يعني. ايوه هذه المشكله هنا. ايوه هذا الكلام ذات ايوه لكن انت عارف هي شنو، هي انت عارف لو هي كلها اصلا المحاضره بتاعتها مش والليله، ما يعني ما حاجات، وبعدين شنو بتتكرر هي ذات نفس الاستيميت، الاستيميت اللي هي البي اي سي اللي هي البروجكت سوري بودجت ات كومبليشن بودجت تو كومبليشن، فهم ديل بعد ذاك بيكون الاكشوال كوست والبلان كوست. تمام عندك الان فاليو كويس، وبعد ذاك نحن بنجي نشوف الاندكس بتاع، يعني كلهم هم في يعني في مكررات يعني، بس انت لو كلهم جيت لخصتهم كده يعني. خطيتهم في ورقه قدامك بتظبطهم يعني، ما 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 اضعف من جدول الضريب على فكره. عفوا الاس في هي شنو اختصار لشنو؟ شنو؟ السكادجول فاريانس. سكادجول فاريانس نعم فاريانس. اوكي فاريانس تمام. طب ده لا يمنع دكتور لو عندك زمن تعمل لهم ساعه كده غير الكورس يعني ده لا حفظ زي جدول الضرب. اي لا جد ما هم شفتوا انا قبل انا نزلت لكم قبل عملت لكم سكرين شوت كده في ايوه كانت تمام دي تعرف في سكرين شوت بعمله لكم برضه، فديل بس شفته وعلى المحاضره بتاعت الليله وبتاعت امس، ما بتحتاج لحاجه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه واقفين في الباب. في سؤال ولا نبدأ؟
خليها بعد المحاضرة. جدا. طيب انا عايز اسالكم البيس لاين كوست بتكون من شنو؟ ارفع يدك لو عارف الاجابه. ارفع يدك. البيس لاين، احنا قلنا يا جماعه عندنا حاجه اسمها البيس لاين وعندنا حاجه اسمها الريفيرس الكونتينجنسي ريزيرف والمانجمنت ريزيرف. اتفضل يا فاطمه. تفضل يا باشمهندسة فاطمة. شكلك المايك أيوة. بتاعك. معلش أيوة. ما كان شغال. طيب عبارة عن الاستيميت اكتيفيتيز زائد الكونتينجنسي. الكونتينجنسي شنو؟ الكونتينجنسي ريزيرف. ايوه والاستيميت اكتيفيتيز. بالضبط كده. دي الكوست بيس لاين. ده الكوست بيس لاين. بعدك لما نعمل لما يضيف لها المانجمنت ريزيرف بتديني البادجت. ايوه البادجت تمام. تمام اللي هي البيس لاين هي بتتكون من الاكتيفيتيز كلها الاستيميت بتاع الاكتيفيتيز كلها بلس الكونتينجنسي ريزيرف. والكونتينجنسي ريزيرف نحن بنستعملها متين يا محمد عثمان؟ شايفك رافع يدك. الكونتينجنسي ريزيرف بنستخدمها في للريسك الاكسبكتد في البلان الاكسبكتد في الاكتيفيتيز يعني اثناء الاكتيفيتيز. تمام. لكن البلان بتستخدم بتكون على المخطوطه باك اب برا على مستوى المانجمنت بندخلها بس في حاله انه حاجه اوت اوف الريسك كونتينجنسي. دي اللي هي المانجمنت ريزيرف. اي اللي دي في حاجه بتكون محطوطه في البادجت لكن بعيده بنخدها بعيد باعتبار انه حصلت كرايسيس حصلت حاجه ان بريدكتبل او حاجه بر اوت اوف الريسك اللي احنا خدتينه في المانج في الاكتيفيتي بتاعتنا او في البلان بتاعت الاكتيفيتي بتاعتنا بنرجع للبلان كونتينجنسي. تمام. انا سالتكم السؤال بتاع البيز لاين ده ليه؟ لانه ده بيعتمد عليه بعدين لو جاء حته بتاعت مثلا تشينج ريكويست. اي حاجه بتاعت تشينج ريكويست يا جماعه احنا بنجي بنصرف لها من الكونتينجنسي ريزيرف. تمام. فانت لازم تكون يعني تكون خدت يعني عامل حسابك لها. يعني لو جاك اي سؤال زي ده انه تشينج ريكويست ده فيه موضوع بتاع صرف وما صرف، انت ما بتصرف يعني بتصرف من البودجت يس بتاعت المشروع لكن ما من الاكتيفيتيز، ما من القروش اللي انت خدتها للاكتيفيتيز دي، خدتها انت عندك غير القروش بتاعت الاكتيفيتيز. خاتي حاجه لانك انت لو جيت تصرفت مثلا انا عندي اكتيفيتي A و B و C خاتي لاي واحد فيهم $3000 وخاتي الكونتينجنسي ريزيرف $5000. تمام. انا اشتغلت A تمام ما عندي في اي مشكله ما عملت اي تشينج ريكويست. لما جيت في B عملت تشينج ريكويست. تمام. تشينج ريكويست معناه شنو؟ معناه انت حتعدي الحاجه فيها. تعدي الحاجه معناه انت محتاج لقروش. انت قروشه ما خلاص ما انت صرفتها. تمام. فانت بتجيب قروش من وين؟ بتمشي بتجيبها من الكونتينجنسي ريزيرف، من الاحتياطي بتاع المخاطر. تمام. لانك انت لو حاولت تصرف من الاكتيفيتي من البودجت بتاعت الاكتيفيتي حتمشي تصرف من بتاعت سي، لانه بتاعت اي خلاص انت دفعت كلها، بتاعت بي دفعت كلها لكن في غلط. فالغلط ده انت ما بتعالجه من سي، بتمشي بتشيل القروش من الريزيرف، تجي بتعمل التشينج ريكويست وبتصلحها وموف اون للتاسك سي. تمام؟ فهي دي أيوة الفكره كده ببساطه، الحته بتاعت انه المبالغ اللي انت خدتيها الاستيميشن خدته للاكتيفيتيز او الميزانيه اللي خدتيها للاكتيفيتيز ما بتصرف منها للتشينج ريكويست. التشينج ريكويست عنده ميزانيه براهم. تمام؟ هاي برضه حاجه اضافيه بالنسبه لل الكونتينجنسي ريزيرف. الزول حتى في يحاول يقلل المشاكل على استمرار المشروع يعني في الاكتيفيتيز طبعا بقدر الامكان ما تحاول تخش في الكونتينجنسي ريزيرف باعتبار انه حتصلها في الكلوزنج او في مراحل التسليم للبروجكت. هيكون عندك يعني دائما الكاستمر هيكون عنده ريكويرمنتس ما حصل لها عنده راي، فانت قدر ما تاخر الاستخدام انت ديفينتلي هتحتاج لها يعني. فبقدر الامكان انت تاخرها ما تدخلها في البروسيس، تخلي الاكتيفيتي السكادجول
الاستيميشن بتاع الاكتيفيتي يكون مضبوط بحيث انه ما يدخلك في الكونتينجنسي ريزيرف بقدر الامكان يعني. بالضبط كده. انت ما في النهايه انت كمدير مشروع واحده من مهامك الاساسيه انك انت افويد تشينج. افويد بالضبط كده افويد التشينج ريكوست بقدر الامكان. ايوه النيسيسري. تمام تمام يا شباب نبدا بسم الله. يلا طيب نحن هنواصل في نفس البروجكت كوست مانجمنت الليله ان شاء الله المحاضره الاخيره في النولج اريا بتاعت الكوست مانجمنت وان شاء الله بكره هنبدا الكواليتي. تمام طيب نشوف الليله هنعمل شنو. اول حاجه في الكنترول بودجت هنجي نشوف الاستيميشن نواصل في الحاجه اللي بدينا امس. هنتكلم عن بتفصيل الحته بتاعت الان فاليو مانجمنت لان هي دي مهمه جدا جدا. الاند فاليو مانجمنت يا جماعه هي دي انت بتقيس بيها المسار بتاع المشروع بتاعك، بتقيس بيها البرفورمانس بتاع المشروع بتاعك، عشان كده بالتالي خاتين فيها الفورمولاز المعادلات دي لانها هي مهمه جدا جدا. انت بتقدر بتعرف انه والله يا اخي المشروع بتاعي ده بيهايند ذا سكيدول ولا اوفر ذا سكيدول، هو تحت الميزانيه ولا فوق للميزانيه، هل انه حيسلم في الوقت ولا ما حيسلم في الوقت، يعني دي كل الحاجات دي انت بتحسبه شنو؟ بتحسبه بالان فاليو مانجمنت اللي هي من ضمن التولز بتاعت او التكنيكس بتاعت الان فاليو مانجمنت يا جماعه هي الفيريانس اند فوركاستنج. الفيريانس اللي هي المتغيرات تمام، والفوركاستنج اللي هي انك انت بتتنبا انه والله المشروع بتاعي ده بعد مثلا اسي انا في نص المشروع النص الثاني هل هو حيمشي زي ما انا مخطط له والله انا صرفت من الميزانيه بتاعتي اكثر، انا المفروض الحته دي اشوف لها حل. تمام فهي دي الحته بتاعت الفوركاستنج. بنجي بنشوف يعني بنعمل لنا كده خلاصه او كونكلوجن للحته بتاعت الان فاليو مانجمنت من ضمن الفيرينس والفوركاستنج، بنشوف انه نحن ليه بنستعمل الفورمولا هنا. واخيرا بنجي بنشوف الان فاليو تطبيق شنو في الواقع يعني في 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 ارض المشروع ذاته يعني. تمام طيب خلونا نشوف الكوست فيرينس او اللي هي السي في. طيب الكوست فيرينس ده يا جماعه ده هو القروش بتاعت البودجت سوري الديفيسيت في الميزانيه، العجز في الميزانيه او الفايت في الميزانيه. تمام انت بتقيسه بشنو؟ بتقيسه بالكوست فيرينس. لما يكون اوفر يعني الكوست فيرينس بتاعك ابف زيرو معناها انت عندك فائض في الميزانيه، لما يكون اقل من الزيرو معناها انت عندك عجز في الميزانيه، لما يكون عندك بيساوي زيرو معناها انت امورك كلها تمام. اهي هنا لما يكون عندك الكوست فيرينس اصغر من 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 زيرو معناها انت مشيت فوق للميزانيه بتاعتك تمام، لكن لما يساوي زيرو ده كده تمام، انت المفروض دائما يكون الكوست فيرينس بتاعك يساوي زيرو. لما يكون اصغر من زيرو انت معناها ما اندر بودجت. اندر بودجت دي ممكن تكون زي ما قلنا امبارح، ممكن تكون حاجه جميله وممكن تكون حاجه سيئه. ممكن تكون حاجه سيئه لو انت مثلا عندك مشكله بتاعت تشينج ريكوست، لما يكون عندك انت يعني قررت تنتهي من البروجكت ولسه يعني اندر، يعني لما نحن نقول اندر يا جماعه ما الاندر القريب، يعني بيكون اندر حاجه بعيده جدا، يعني مثلا انا اخذت للبروجكت بتاعي ده 100000. الصوت قطع يا دكتور. الو الصوت واضح عندنا. الصوت واضح عندنا اصلا. الصوت واضح يا شباب؟ واضح هاي. واضح. ايوه اوكي تمام. فالكوست الكوست الكوست فيرينس ده يا جماعه انت بتشوف بيه العجز او الفايض في الميزانيه. طيب نجي نشوف يا جماعه عندنا حاجه ثانيه اسمها السكيدول بيرفورمانس اندكس الاس بي اي. من اسمها دي معناها نحن بنعرف بيها اللي هي الميجر بتاع السكيدول افشنسي، يعني انه والله يا اخي انا الخطه الزمنيه بتاعتي دي ماشيه تمام از بلان والبرودكشن بتاعي ماشي تمام جدا جدا تمام. دي بتقيسه بشنو؟ بتقيسه بالاس الاس بي اي. طيب الاس بي اي يا جماعه هي شنو؟ هي الايرند فاليو على البلاند فاليو، اللي هي بتجيب الايرند فاليو بتقسمه على البلاند فاليو بيطلع لك الاس بي اي. طيب لما الاس بي اي تكون اصغر من واحد معناه انت بيهايند سكيدول، معناه انت ما يعني البروجكت بتاعك متاخر.
لما انت تكون بساي واحد انت معناه امورك كلها تمام، انت ماشي اون تراك از بلاند. لما تكون اكبر من واحد معناه انت متقدم على على الاسكادل بتاعك. دي برضو يا جماعه انت لازم لما تكون اتصل لك حته زي دي هنا انه والله الاس بي اي بتاعي انا حسبته لقيته اكثر من واحد، دي ما معناه انها حاجه سيئه ولا معناه حاجه، يعني انت دي معناه هنا حاجه تمشي تراجعه تمام، بتديك زي الارم كده انه والله يا اخي انا اي هاف تو تشيك سمثينج. زي الحته هنا بتاعت احنا قلنا لما يكون الكوست فيريانس يقول لك اصغر من لما يقول لك اكبر من زيرو معناه انت اندر بودجت. اندر بودجت معناه ممكن تكون حاجه كويسه وممكن تكون حاجه ما كويسه، المهم في النهايه انت حاجه انك انت لازم في حاجه لازم تمشي تعمل لها تشيك. لكن في السليم الكوست فيريانس بتاعك يكون يساوي زيرو، وهنا الاس بي اي بتاعتك تكون تساوي واحد تمام. طيب نحن حنجي في مثال حنجي نشوف بيه الحاجات دي كلها. يعني عندنا حاجه برضو يا جماعه، عندنا الكوست بيرفورمانس اندكس، عندنا الاسكيدل بيرفورمانس اندكس، وعندنا الكوست بيرفورمانس اندكس تمام. من اسمه يا جماعه معناه هو ده الميجر اوف كوست افشنسي، انه المصروف بتاع الاول الكوست بتاع البروجكت الاسعار يعني اي حاجه بتاعت البروجكت انها هي في سليم. كيف في سليم؟ نحن بنقوم نجيب الايرند فاليو بنقسمه على الاكشوال كوست اللي هو ده بيديني شنو؟ بيديني السي بي اي اللي هي الكوست بيرفورمانس اندكس. طيب نجي نشوف النتائج بتاعته. لما يجيني اصغر من واحد السي بي اي، لما يجيني اصغر من واحد معناه انا صرفت فوق للميزانيه بتاعتي تمام. لما يجيني انه يساوي واحد معناه انه انا الميزانيه بتاعتي انا بصرف منها از بلاند، يعني ما عندي في اي مشكله. لما يكون اصغر من واحد اكبر من واحد معناه انه انا يعني لسه اندر الميزانيه بتاعتي، وزي ما قلت لكم اندر الميزانيه معناه شنو؟ معناه انه في اي هاف تو تشيك سمثينج، ممكن تكون حاجه تمام ما في مشكله وممكن تكون في مشكله. لكن انت از بروجكت مانجر بتكون عارف انه والله يا اخي انا الصرف الثقيل بتاعي مثلا بيكون في النهايه، لانه عندي مثلا تكفيل وعندي تشيكينج كواليتي وعندي شنو، فالصرف بيكون في النهايه، فانا لحد 80% من المشروع لو كنت اندر بودجت انا ما عندي مشكله. ده في حاله انك انت تكون شنو، بتكون عارف المشروع بتاعك. لكن هي at the end of the day هي indication انه والله يا اخي انت اندر بودجت تمام. طيب الحاجات دي كلها يا جماعه انا عامل لها تيبل كده ان شاء الله بعمل لكم لها بوست في الواتساب جروب بعد المحاضره يعني تمام، كل الاربع حاجات اللي قلناها دي. طيب يا جماعه خلونا نشوف المثال ده، نفس المثال بتاعنا بتاع امبارح يا جماعه اللي هو قلنا عندنا ترميم بتاع مبنى خدت له 100,000 دولار حننتهي منه في 100 يوم. لما جينا اليوم ال 20 لقينا انه والله احنا صارفين من الميزانيه 17,000 دولار و 18% من المشروع انتهت. طيب نحن نجي نشوف انه نحن وين، يعني نحن وين في بالنسبه للميزانيه وين بالنسبه للسكيدول. طيب اول حاجه يا جماعه نحن دايرين نجيب الاس في. وات از ذا اس في؟ سكيدول فيريانس. السكيدول نعم، السكيدول فيريانس يا جماعه هي الاند فاليو ماينس البلاند فاليو تمام. نحن عندنا 18 ناقص 20، 18 يوم دي نحن هي دي حسبناها لقينا ان الاند فاليو بتاعنا 18 يوم، 18 ناقص 20 معناها احنا عندنا ماينس 2، معناها نحن اس الاس في بتاعتنا اصغر من زيرو، معناها نحن البروجكت بتاعنا بيهايند سكيدول تمام. طيب نجي نشوف الكوست فيريانس. الاسكيدول فيريانس دي تكلمنا عنها امس، فانا بس جبتها لكم هنا عشان تربط لكم الحاجات مع بعض. يعني الكوست فيريانس تكلمنا عنها بعد قبل شويه اللي هي الاند فاليو ماينس الاكشوال كوست، 18,000 ماينس 17,000 اللي هي 1,000 معناها نحن البروجكت بتاعنا اندر بودجت تمام. يعني انا لحد الان البروجكت بتاعي بهايند سكيدول واندر
ده بودي. طيب نشيل الحاجات بتاعتنا دي كلها، نجي نعمل كالكوليشن للاس بي اي اللي هو السكادل بيرفورمانس اندكس. ونحن قلنا السكادل بيرفورمانس اندكس اللي هو الاي في الان فاليو مقسوم عليه البلاند فاليو، صح؟ اللي هي 18 على 20 بيجيني 0.9 معناها اصغر من واحد، معناها البروجكت بتاعي فعلا بيهايند ذا سكيدول، تمام. ودي هنا جاتني طلعت لي من هنا، يعني شوف انا لما جيت هنا عملتها جاتني ماينس يومين، يعني البروجكت بتاعي المفروض يكون في اليوم ال20، لما جيت حسبتها لقيت انه ماينس يومين. لما جيت ثاني عملتها بالاس بي اي لقيت فعلا اتاكدت تماما انه والله البروجكت بتاعي ده يعني اقل من يعني بيهايند او متاخر يعني، تمام. طيب نجي نشوف الكوست بيرفورمانس، نجيب الفورميلا ذاته ثاني، نجيب اللي هي الان فاليو نقسمها على الاكشوال كوست 18000 على 17000 بيجينا 1.06، ودي اكبر من واحد، معناه البروجكت بتاعي ده اندر بودجت، تمام. يعني الاندر بودجت وبهناك بيهايند ذا سكيدول، معناه انا في النهايه البروجكت بتاعي ده متاخر، لكن التاخير بتاعه ما تاخير يعني، هو بس متاخر في الوقت ما متاخر في الميزانيه، يعني الميزانيه ما عندي فيها مشكله، تمام. طيب عندنا حاجه يا جماعه اسمها البودجت ات كومبليشن. البودجت ات كومبليشن شنو؟ انه والله البروجكت بتاعي ده لما ينتهي يعني في اليوم ال100 كويس، انا داري اشوف انه هل الميزانيه بتاعتي دي بتكون ال100 الف ذاتها ولا بتكون زياده ولا بتكون اقل، تمام. اللي هي دي شنو يا جماعه؟ دي sum of all budget established for the work to be performed. انا لما جيت خطيت الميزانيه بتاعتي كويس، دي هي ال budget at completion اللي هي دي من ضمن ال baseline cost plus ال reserve management reserve، تمام. دي budget بتاعتي، دي انا بسميها budget at completion، يعني انا خدت للبيت ده $100,000، مفروض لما البيت ده يسلم يكون انا صرفت $100,000، تمام. طيب عندنا حاجه يا جماعه الاستيميت ات كومبليشن، عندنا حاجه اسمها بودجت ات كومبليشن وعندنا استيميت ات كومبليشن. الاستيميت ات كومبليشن ده الاكسبكتد توتال كوست اوف كومبليتينج اول ويرك سم اوف اكشوال كوست تو ديت اند استيميت تو كومبليت، يعني ده شنو؟ انه والله يا اخي انا الليله اليوم ال20 في البروجكت بتاعي ده لما جيت حسبته لقيت انه والله انا صارف $17,000 وانا خدت له $100,000، 17 زائد 73 دي بيساوي 100، دي معناها شنو؟ معناها دي الاستيميت كومبليشن بتاعي، تمام. ممكن تزعل تقول لي يا اخي الفرق شنو بين الـ بين الـ بين البودجت وبين الاستيميت ات كومبليشن، تمام. هم حقيقه هم واحد، لكن مرات بيختلفوا معاك، بيختلف انه والله يا اخي انت عملت استيميت وطلع لما جيت عملت لك الكوليشن لقيت انه في حاجه ما مظبوطه، تمام. فانت بس بتفرق بيناتهم بالحته دي، انه والله انا عندي حاجه اسمها بودجت ات كومبليشن وعندي استيميت ات كومبليشن. انا لما جيت عملت الاستيميت بتاعي ده $99,000 والبودجت ات كومبليشن $100,000، تمام. طيب دكتور ممكن الحته دي معلش يا دكتور تفضل. بالنسبه للبودجت ات كومبليشن هي البودجت بتاعت المشروع اللي انت بتحطها في بدايه المشروع، يعني الاستيميت ات كومبليشن انت مجرد ما مشيت في المشروع خطوه وصرفت جزء من المبلغ بتبقى دي الاستيميت من النقطه اللي انت وقفت فيها، مظبوط؟ ايوه صح، دي الفكره بتاعتها. ايوه زي انت لما حسبتها لما حسبت ال 20 انت بس ارجع للمثال بتاع البيت اللي هي ال 100 ال 100 يوم وال 100000، لو انت لما وصلت اليوم ال 20 لقيت انه والله يا اخي صرفت $17,000، ايوه، فالفضل ليك ده كويس، اول صرفته ده بلس الفضل لك ده هو الاستيميت ات كومبليشن. عفوا يا دكتور، الاستيميت ات كومبليشن ده يخلي من النقطه اللي انت وصلت ليها في العمل المتبقي، يعني انت الجزء 73000 ما تنتهي، ايوه 73000، نعم تمام. طيب نحن يا جماعه الاستيميت ات كومبليشن بنحسبه بيه، عندنا له ثلاثه طرق ممكن نحسبه بيها، تمام. اول حاجه عندنا الاستيميت ات كومبليشن هو الاكشوال كوست بلس البوتوم اب
estimate estimate to completion تمام. استيميت تو كومبليشن نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه اللي هو الحته بتاعت انك انت والله بتشوف نفسك واقف وين في البروجكت. مثلا البروجكت بتاعنا بتاع البيت انه والله انا صرفت في اليوم ال20 صرفت 17000 دولار فضليت 73 تمام. فال 73 دي بلس الاكشوال كوست دي بتديني الاستيميت ات كومبليشن. طيب بوتوم اب estimation to completion can be found by estimating the work remaining to be completed. اهو بس نفس الكلام اللي قاله محمد وقاله خالد. يعني انت في اليوم اليوم ال20 حسبت لقيت والله انه فضل للبروجكت بتاعي ده عملت استيميت فضل لي من ال100000 صرفت 17 معناها فضل لي 73. فال73 دي هي الاي تي سي تمام اللي هي estimate to completion. طيب في سؤال يا جماعه قبل ما امشي للحته اللي بعدها. يا دكتور تفضل. بس في الحته بتاع الاستيميت اوف كومبليشن ده بس يعني ده بس دار عارف يعني هو الحاجات اللي انت انجزته في المشروع الكوست بتاع الحاجات اللي انت انجزته في المشروع ولا والمشروع عامه يعني. لا لا الحاجات اللي انت هتنجزها يعني انت مثلا عندك نحن اتكلمنا عن المثال بتاع البيت قلنا والله البيت ده محتاج ل 100000 دولار تمام ومحتاج ل 100 يوم. لما نحن وصلنا اليوم ال20 بعد 20 يوم من بدايه المشروع حسبنا لقينا والله يا اخي انه نحن حسب الجدول الزمني بتاعنا ده نحن قاطعين 17 يوم تمام ما 20 يوم وصارفين 17000 دولار تمام من ال 100000 معناه نحن فضلينا كم؟ فضلينا 73 73 هاي 73 دي المفروض تكون الاستيميت ات كومبليشن. يعني دي ده الاستيميت بتاع ال الكوست لحد ما انا اكمل البروجكت. ايوه اوكي نورك. تمام تمام يا دكتور تفضل. الاستيميت كومبليشن ده ممكن يكون هو المبلغ المتبقي بعد اخر مستخلص برضه ممكن. ايوه اللي هو ما قال لك انا قال لك شوف قال لك الاستيميت ات كومبليشن هو الاكسبكتد توتال كوست اوف كومبليتينج اول ويب سم اوف اكشوال كوست تو ديت اند ذا استيميت تو كومبليت. يعني انت مثلا انت ما انت بدايه خلينا انسى انه نحن في اليوم ال20 انا الليله في اليوم دي زيرو من المشروع تمام خاطر المشروع ده 100000 الاستيميت الاستيميت ات كومبليشن معناه الاستيميت بتاعتي دي ال 100000 دولار ذاته صح؟ لما انا ابدا اقول والله مثلا بديت يومين جيت حسبت القروش اللي صرفتها دي الاكشوال كوست دي خلاص اتصرفت تمام؟ الاكشوال كوست دي انا بقوم بطرحها من الـ من الـ من البودجت كلها اللي خطيتها. لو كانت 100000 انا صرفت مثلا 20000 معناه فضل لي 80000 80000 زائد 20000 دي اللي هي مفروض تكون كلها ده الاستيميت اللي انا خطيته للبروجكت ات كومبليشن مفروض يكون يجيني زاد ال 100000. تمام واضحه يا شباب؟ واضحه واضحه يا دكتور. ايوه طيب فرق عشان من البادجت على الكومبليشن. الفرق حنجي نشوفه بعد شويه في المثال حتعرفي انه ليه نحن هنا سميناها بادجت ات كومبليشن واستيميت ات كومبليشن. بادجت دي اللي هي دي الاكشوال الحاجه الصرفيه فعلا لما تنتهي من البروجكت صرفتي ال 100000 دي معناها هي دي البادجت ات كومبليشن. ممكن تكون هي نفس الاستيميت ات كومبليشن وممكن تكون اقل او تكون اكثر. اوكي تمام. يعني بمعنى ثاني الاستيميت ده التقدير الميزانيه والبودجت ات كومبليشن دي الميزانيه الحقيقيه اللي انت خدتها لك للبروجكت. يعني ايوه لك ده وضحت. تمام طيب نجي نشوف الفوركاستنج في الاند فاليو مانجمنت. عندنا يا جماعه استيميت ات كومبليشن كويس استيميت ات كومبليشن. الاستيميت ات كومبليشن ممكن انت تطلعه بثلاثه طرق او تصلحه بثلاثه طرق اللي هي الاند فاليو والاس بي اي
و CBI values. طيب all futures estimate to completion work will be accomplished at the budgeted rate. تمام؟ يعني انت ال estimate total ال estimated ال estimated completion ده انت بتجي بتحسبه بالميزانيه برضو اللي هي هنا في ال في الفورمولا دي estimated completion بيساوي ال actual cost plus budget at completion minus end value. تمام؟ طيب دي واحده من دي واحده من من الطرق اللي انت بتجيب بيها بتعمل بها فوركاستنج. طيب assume برضو الحاجه الثانيه assume the cost performance achieved till now is expected to continue in the future. يعني مثلا انا صرفت في اليوم الاول 2000 تمام صرفت $1,000 اليوم الثاني $1,000 اليوم الثالث $1,000 معناه خلاص انا اسيوم انه يعني اتوقع انه الصرف يوميا يكون $1,000 لحد ما انا اخلص المشروع تمام. لكن برضو انت عندك فورمولا بتحسب بها الحاجه دي اللي هي الاستيميت ات كومبليشن بيساوي بودجيت ات كومبليشن ديفايدد باي كوست بيرفورمانس اندكس. والكوست بيرفورمانس اندكس نحن عندنا له معادله قبل شويه جبنا بيها تمام. الحاجات دي كلها بتتضح لكم بعد شويه في المثال بالارقام يعني. طيب عندنا الحاجه الثالثه ممكن نجيب الاستيميت تو كومبليشن الاستيميت سوري الاستيميت تو كومبليشن يا جماعه ممكن انا اجيبه من الاكشوال كوست بلس يعني دي هنا في يا جماعه بس معليش بس عشان تكون لكم واضحه دي هنا فورمولا كويس دي هنا الفورمولا دي مع بعض تمام. يعني هنا عندك تو فورمولاز هنا الفورمولا دي يا جماعه اللي هي الاكشوال كوست بلس البودجيت ات كومبليشن ماينس ايرن فاليو على كوست بيرفورمانس اندكس مضروبه في سكيدل بيرفورمانس اندكس تمام. طيب دي انت بتصليها انت دي بتجيبها بتين دي ما دي في معظم الاحيان انت ما بتصليها الا لما يكون عندك ال ال الايرن اللي هي من هنا ما ظهر لك. يعني انت حاولت انك انت تجيب حسبت حساباتك كلها لقيت والله يا اخي لسه الموضوع ده انا هنا ما وضح لي بتقوم بتصل بتجي للفورمولا دي تمام. فعشان كده الفورمولا دي حتى في الناس البي ام اي بيقول لك ما انت ما بتشتغل بها الا لما يكون عندك مثلا انسيرتينيتي في هنا في الـ في الـ في البودجيت ات كومبليشن. يعني انت حسبت البودجيت ات كومبليشن هنا لقيت والله يا اخي انه في الامور ما ظابطه جيت هنا ما ظابطه بتلجا لي دي. لكن دي عاده انت ما يعني ما في الريال لايف ما بتشتغل بها كثير يعني تمام. لكن احنا بس عشان تقع علينا عندنا لها مثال فحنجيبه بعد شويه عشان الحاجات دي كلها تتضح لنا يعني لانه كده بدون امثله ما حتكون يعني ما حتكون واضحه. في سؤال قبل ما نمشي للامثله؟ طيب بس معلش في ايوه طيب نجي بس سريع على الاستيميت كومبليت ذا اكسبكتد كوست تو فينيش اول ذا ريمينينج بروجكت ورك ده قبل شويه اتكلمنا عنه دي الفورمولا بتاعته استيميت تو كومبليشن فور ريمينينج ورك كان بي ري استيميتد از ويل. طيب انك انت الفورمولا دي كلها يا جماعه انت بتستعملها عشان بتعمل بها ري استيميت للبودجت بتاعتك الباقيه وبتستعمل بها للسكيدل بتاعك كويس
دي كلها الحاجات دي بس للاستيميشن. يعني انت الاستيميشن ده المفروض تعمله طوالي عشان تتاكد ان البروجكت بتاعك ده ماشي as planned. الفاريانس ات كومبليشن دي حاجه جديده اللي هي دي amount of budget deficit or surplus. يعني هي ده الفاريانس ات كومبليشن ده في النهايه بيطلع لك ال بتشوف بيه الفايض بتاع الميزانيه او العجز بتاع الميزانيه. تمام. فلما يكون عندك ال variance at completion أصغر من زيرو معناه أنت البروجكت بتاعك ده يعني ماشي فوق للميزانية اللي أنت كنت خدتها عليه، فوق للميزانية وفوق للإستيميت. وده هنا ال أيوة أوكي. To complete performance index يا جماعة ده اللي هو measure of the cost performance that is required to be achieved in order to meet the budget. يعني انت هنا بالTCBI ده بتشوف انه البرفورمانس بتاع البروجكت ده متوافق مع الـ مع الـ مع الميزانية بتاعتك. تمام. وعنده two formulas. فلو لاحظت يا جماعة الفورمولاس كلها يعني الحاجات كلها بتتكرر. يعني عندنا اهم حاجة البودجت ات كومبليشن والاند فاليو والاكشوال بالانس كويس والبودجت ات كومبليشن والاستيميت ات كومبليشن. ديل هم الكي فيجرز يا جماعه. انت لو لما تجي تطلع ديل تاخذهم على جنبه بعد ده باقي الحاجات دي كلها ما 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 بكون عندك فيه مشكله. لما يكون عندك التي سي بي اي لما يكون عندك اصغر من زيرو يا جماعه معناه البروجكت بتاعك ده ايزي تو كومبليت ان بروجكت سوري بودجت ات كومبليشن اور استيميت ات كومبليشن. لما التي سي بي اي بتاعتك بتكون اصغر من واحد معناه ان البروجكت بتاعك ده بيكون سهل جدا انه يتم في الوقت اللي انت محدده له وبحسب الميزانيه اللي انت خدت لها. يعني ما حيكون في عندك مشكله، ما حيكون عندك في ريسك. لما يكون واحد ده بيكون تمام، يعني ده انت بتكون ماشي از بلان. المشكله بتبقى وين؟ المشكله لما يكون عندك التي سي بي اي بتاعك اكبر من واحد معناه انت عندك مشكله، البروجكت بتاعك ده لا حيتم في الوقت بتاعه ولا حيتم بالميزانيه. ودي هنا انت الحته اللي بتبدا تعمل فيها تشينج ريكوست. تمام. يعني نحن الفوركاستنج ده كله يا جماعه والحاجات دي كلها دي نحن عشان بعدين نعرف انه والله نحن محتاجين نعمل تشينج ريكوست ولا ما محتاجين نعمل تشينج ريكوست. انت مجرد ما عملت يعني دي المفروض انت تعملها 200 كل تعمله طوال بيريودكلي في البروجكت بتاعك. يعني ما تنتظر تقول والله يا اخي انا اعمله في نص البروجكت او مثلا اصلا مايل ستون او كده، لا انت تعمله يعني يكون عندك سيستم. يعني انه والله انا مثلا الحاجه دي بعملها اسبوعيا، بنهايه الاسبوع انا بجي بقعد مع التيم بتاعي من حسب التي سي بي اي الاس بي اي السي بي اي من حسبه كله عشان اشوف انه البروجكت بتاعنا ده ماشي كيف. دي بتريحك ما بتخليك انك انت لو في اي حاجه اي ريسك بتقدر تعمل له بريفنت من البدايه. تمام يا شباب، في اي سؤال؟ الموضوع انا عارف انه شويه كده انا يعني لكن ما يعني عادي يعني. طيب نجي نشوف المثال. جاطط جوطه شديده خلاص لكن بتمشي ان شاء الله. لا انا يعني انا ذاتي والله قبل لما بقرا في البتاع ده كده حسيت انه حيعمل مشاكل، لكن لابد منه احنا نفهمه وان شاء الله ما تكون في مشكله. طيب نجي نشوف المثال. يعني نكون المثال بتاعنا ذاته اللي خدناه امبارح بتاع البيت الصيانه بتاعت البيت $100,000 في 100 يوم. تمام. طيب نحن ده البلان بتاعنا يا جماعه، انه والله نحن عايزين نصرف ال 100,000 دي في البروجكت بتاعنا. معناه دي شنو؟ البودجت ات كومبليشن. البودجت ات كومبليشن معناه $100,000. تمام. طيب نجي نشوف What is the EC يا جماعة؟ من المذكر الحاجة دي؟ Estimate at completion. Estimate at completion. اللي هي بتساوي شنو؟ بتساوي يا محمد واصل؟ The actual cost. أيوة. The actual cost plus the budget at completion minus the aim value. بتساوي لنا بنعوض الغيم اللي $17,000 plus $100,000 minus $18,000 اللي دي الكالكوليشن بتاعتها بتتنتج $99,000. تمام. يعني نحن ال 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 اي سي بتاعتنا 99 بيتعرض مشينا يوم مشينا صرفنا فيها في $1,000 الصرف صح؟ تمام جدا. تمام. صرفت $1,000 يس. تمام. طيب
واحد ثاني يا جماعه يشرح لنا بعده من الناس المتابعين. استيميت اوف كوست. ايوه يساوي البادجت بتاع اوف كومبليت مقسوم على الكوست بتاع بيرفورمان اندكس. ايوه مظبوط. ايوه الكالكوليتر بتاعه جاء 94 يعني صرفنا تقريبا 5660 دولار. 5660 دولار دي اللي صرفت. تمام السيرفر. طيب. الامور كلها تمام يا جماعه؟ باقي شباب متابعين؟ يس تمام. لو في حاجه وقفونا يا جماعه عشان نقدر. 5640 او 460 ولا 640 دي اللي اتصرفت ولا دي اللي حتفضل من هناي؟ لانه ده الاكتيفيتد ات كومبليشن سو 94 يعني انا حوفر ال 5000 وشويه دي صح؟ اجابه يا جماعه. هنا شنو؟ شوف هنا انت هنا مطلوب منك شنو اللي هي الاي اي سي شنو هي؟ الاكسبكتد ات كومبليشن ده المبلغ المتوقع انه يصرف في نهايه المشروع. ايوه هو 94000 دي وين المبلغ الكامل عندي 100000 فاذا انا حوفر ال 5600 حتوفر بالضبط كده بالضبط كده تمام يعني حيكون عندك فائض في الميزانيه بتاعتك بالضبط. ايوه تمام. طيب نجي نشوف اللي بعده. لا يعني انا صرفت 94 صح؟ نعم انا صرفت ال 94000 دي. انت صرفتي انت متوقع انك تصرفي ال 94000 بنهايه المشروع بتاعك. اوكي ما دي استيميت استيميت ات كومبليشن. حتى الان ما في عامل العمل يعني ده لا انت ما في انت ما انت جيت وقفت في اليوم ال 20 وعملت الحسابات بتاعتك دي كويس. اوكي تمام. فانت دار تشوف انه والله يا اخي البروجكت بتاعي ده ما هسه انا المفروض انا جيت حسبته انا حسب حساباتي المفروض انه والله 20 يوم. لما جيت حسبته لقيته ما 20 يوم لقيته 17 لقيته 18 يوم وصار فيها 17000 دولار. طيب هل البروجكت بتاعي ده لو واصل كده هل انه انا حي حاصرف اكثر ولا حاصرف اقل؟ فنحن لما جينا هو هسه انا الشيء اللي فهمته من المعادلات دي انه الاكسبكتد ات كومبليشن ده انا ممكن اجيبه بكم طريقه. فتح الله عليك بالضبط كده. هي الطريقه الاولى بتاعت الان فاليو. ايوه والبادجت ات كومبليشن ودي لقيت انه انا ستيل حاصرف 9 او الاستيميتد ات كومبليشن حيكون 99000 يعني ستيل انا ممكن اوفر 1000 من البادجت بتاعي. تمام لكن لما جيت بتاعت السي بي اي لقيت انه انا الاستيميتد ات كومبليشن بيكون 94000 بيكون 94000 و300 يعني حوفر 6000 وشويه. تمام بعد نشوف المعادله الثالثه بتاعت الاستيميتد ات كومبليشن. تمام كويس. المعادله الثالثه انك انت البروجكت بتاعك ده حتصرف يعني استيميت ات كومبليشن حيكون كم؟ حيكون 102 معناها انت عندك عندك عجز بتاع 2000 حيكون عندك عجز في الميزانيه. فتح الله عليك. يلا اذا هنا انت ما لسه في الصيف صايد انت ما البروجكت ما انتهى. انت لما يكون عندك في اليوم اليوم ال 17 من البروجكت بتاعك جيت عملت الاستيميشن بتاعك انك والله انا لو واصلت بالطريقه دي انا معناها عندي خطوره معناها زائد الميزانيه مش كده؟ نعم زائد الميزانيه هنا في الاخير. ايوه معناها انا عندي عجز في الميزانيه انه الميزانيه بتاعتي دي مديني 100000 دولار وهي 102000 يعني قريبه 3000 دولار دي مفروض تجي من وين؟ في ديفيسيت. تمام في الحاله دي طوالي ترجع لعندنا قبيل عندنا شنو الفاست تراكنج. ايوه الفاست تراي والكراشين ما تعمل اي تشينج ريكويست. تمام طيب يا دكتور انا بحسبهم بالثلاث طرق دي واشوف اعلى حاجه يعني ببني على اعلى حاجه. بالضبط كده دائرة دقة شديدة بالذات لو يعني أنا عندي زمن معين مثلاً أسلم في وقت في سنة مثلاً. أيوة لازم أضبطها كويس.
لازم تظبطها كويس. عشان كده هم بقول لك شنو، بقول لك انت دائما الاند فاليو، الاند فاليو مانجمنت دي دائما تستخدميها طوالي في البروجكت بتاعك. يعني ما تقولي والله يا اخي انا هستعملها بعد البروجكت ده امشي نص البروجكت يعني، او امشي 50 يوم. لا شوف يا سيدي، احنا في اليوم العشرين يعني ممكن ده اقل من الربع بتاع عمر المشروع. عملنا ظهرت لنا المشاكل دي، لقينا نفسنا متاخرين يومين، ولقينا انه والله احنا لو مشينا بالطريقه دي حنصرف، حنحتاج يعني حيكون عندنا عجز في الميزانيه. يعني دكتور، يعني في كل اكتيفيتي انت عملتها كومبليت يعني شنو بتحسب يعني؟ بالضبط كده. ما بالضروره تعمل يعني كملت الاكتيفيتي، لا انت تعملها بصوره يعني يكون عندك سيستم تقول والله يا اخي انا الحاجه دي بعملها اسبوعيا. كويس، بالذات المشروع بتاعك لما يكون المشروع بتاعك فيه يعني فيه صرف كثير. مثلا انت عندك مثلا بتعمل مشروع بتاع ويب سايت مثلا، ويب سايت ده انت ما عارف انك انت ما بتحتاج له صرف كثير. الحاجات بس اللي اشتريتها في البدايه، مشيت اشتريت لك سوفت وير، مشيت اشتريت لك لابتوب، اشتريت هارد درايف اور وات ايفر، خلاص دي الحاجه بتاعت المشروع بتاعك. لكن يتخيل انه المشروع بتاعك ده انك انت بتعمل شغال في مشروع بتاع انابيب بترول، انت حتصرف يوميا على المعدات، انت حتصرف يوميا على العمال، انت حتصرف يوميا على الترحيل، الانشورنس، ضرائب، يعني عندك صرف كثير جدا جدا. فانت طوالي عشان ما تقع في مشكله انك انت تعمل الحاجه دي طوالي، يعني تعملها اسبوعيا، تعملها في الاسبوع مرتين. كويس، انت ما بتعمل انت برك، يعني بيكون عندك معاك تيم زي ما هسه قبل شويه محمد عثمان قال انا بديها للناس المحاسبين. فانت بيكون عندك زول مخصص تقول له اسمع انت، انا دايرك كل يوم خميس تعمل لي الفورمولا دي كلها وتيجي توريني لي. تمام. طيب عفوا دكتور، بالنسبه للنتائج الثلاثه دي، ليه انا اخذ بأسوأ سيناريو ما اخذ بالاوسط؟ انت والله يا خالد شوف، انت ما بعداك الديبنس وانا الفلسفي بتاعتك، لكن احنا دائما بناخذ بالأسوأ احتمال على اساس انه ما نقع فيه. ما انت سيدي، انت ما في اليوم ال 17 لسه، يعني فضل لك البروجكت بتاعك ده فضل لك 83 يوم. تمام، فانت اذا اخذت بالأسوأ سيناريو ال 102 ده، انت بتظبط امورك، بتمشي تشوف تعمل فاست تراك، بتعمل كراش في حته، بتعمل ليفلنج ريسورسز، يعني بتكون انت شنو من البدايه يعني في ايرلي. ايوه عملتها مانج للحاجات دي تحتك، فانت بتكون مرتاح يعني. لكن لو خطيت انك انت مثلا مشيت باحسن سيناريو او بالوسط، انت ثاني حتضطر في وقت حتيجي ثاني تضغط نفسك. فانت من البدايه ادي نفسك المساحه بتبدا امورك من بدري. اوكي، بعدين الديفيسيت بعد 6 شهور، بعد 3 مثلا هسه 20 يوم، بعد 50 يوم الديفيسيت ممكن تبقى 6000 دولار بالضبط كده. وهاندي للموضوع بيبقى اكبر مشكله اكبر يعني. بالضبط كده. فانت كل ما اكتشفت الريسك بدري وعملت له ميتيجيشن بيكون لك احسن يعني. يعني بقلل الريسك في كل وقت يعني. بالضبط كده. طيب نجي يا جماعه نشوف الاستيميت تو كومبليشن في الكالكوليشن في المثال بتاعنا ذاته. نحن لانه سجبنا الكوست كومبليشن. طيب الاستيميت تو كومبليشن يا جماعه اللي هو الاستيميت ات كومبليشن ماينس الاند فاليو اللي هي ال 102 جبناها قبل شويه ناقص 18، طلع لنا الاستيميت تو كومبليشن 84000 دولار. يعني انا عشان اكمل من ال 17 يوم، انه عشان اكمل لحد نهايه المشروع انا محتاج لي كم؟ محتاج لي 84000 دولار. طيب اللي هو دي ظهرت لنا الديفيسيت، دي هنا ظهرت لك الديفيسيت بالضبط كده. طيب ال دي هنا طبعا يا جماعه نحن الاي سي دي تكلمنا عنها بالثلاثه طرق اللي قبل شويه، يعني نحن عملناها بثلاثه طرق. كويس، هنا دي الثلاثة طرق بتاعت الـ estimated completion. طيب نشوف الـ variance at completion calculation. الـ variance at completion اللي هو equals الـ budget at completion minus estimated completion اللي هي الـ 100,000 اللي احنا قبل خطينا أول حاجة، ناقص الـ 102. تمام، ده الـ variance بيجينا، ده اللي هو الـ deficit اللي بيجينا من المشروع اللي هي 2000 و954.
لما يكون لنا يا جماعه الحاجه دي الديفيسيت بتاعنا الديفيسيت بتاعنا سجانا ماينس 2.94 معناها اصغر من زيرو معناه انه البروجكت بتاعي ده ديفينيتلي حينتهي وانا بكون محتاج لقروش زياده حيكون عندي ديفيسيت. اتفضلوا يا شباب هزيله اوفر بادجت شايف في يا دكتور ايوه هلا العجز ده بعالجه كيف؟ العجز ده بتعالجه كيف؟ ما نحن لسه نحن في البدايه نحن في اليوم اليوم ال 17 من المشروع انت بتعايزه بالفاست تراكنج بتشوف انك انت في حتسرع في اكتيفيتي حتسرعها يعني مثلا والله يا ادم ده ماسك لي الشغل بتاع البنيان ادم ده كان خاتي مثلا 17 يوم بقول له ادم انا عايز تنتهي من اليوم ده في تنتهي من الحاجه دي في 15 يوم معناه انا عملتها سيف بتاع يومين اشوف مثلا بتاع الكهرباء يا بتاع الكهرباء يا اخي اسمع انا دارك تشتغل لي ساعات زياده انا حزيدك مثلا حديك قروش زياده تمام فانا عايز تنتهي لي من الموضوع ده سريع جدا لانه على ضوء بيبدو لي ناس البياض فانت شنو بتعمل الفاست تراكنج بتعمل الكراشنج سكادجول ليفلنج وبتعمل ريسورس ليفلنج ايوه ريسورس ليفلنج ما في ريستيميتنج وبتعمل ريستيميتنج طبعا ما هو انت الحاجات دي انت ما بتيجي تعمل اول حاجه بتعملها بتعمل الريستيميت بتشوف انك انت اسهل لك شنو اسهل لك الريسورس ليفلنج ولا الكراش والفاست تراك لكن انت بتبدا لو لقيت انه والله يا اخي احسن لك لو لقيت انه فاست تراك في مجال احسن لك تعمل الفاست تراك عملت ري استيميت لقيت انه والله يا اخي في تاسكات انا ممكن ادخلهم مع بعض اقلل المده الزمنيه بتاعتهم اخلي نهاد تشتغل لي بي بس حاشغله تشتغل بي وسي عشان اقوم افضي فاطمه مثلا تشتغل لي اف تمام يا دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام عامر. الله يديك العافية إن شاء الله. بالنسبة للرقم بتاع 102 ألف دولار في واحد من الشباب حسب معي القيمة دي أنا حاولت أحسبها مرتين طلعت معي مش 102 نفسها. طلعت معكم؟ والله طلعت معي مرة 67,000 اللي هي من هنا اللي هي المعادلة تحت 17,000 دي اللي هي إذا قلنا مثلا ده قوس أوكي قلنا 100,000 ناقص 18,000 دي ب 72,000 اوكي طيب على نجي نمشي للقيمه بتاعه 1.06 على في 0.9 مش كده هي ما بتعمل شنو انت بتعمل ال 100,000 ناقص 18 على السي بي اي في 0.9 دي ب 1.44 طيب 1.44 اوكي دي زائد انا 17,000 مظبوط؟ لا ما زائد كيف زائد 17,000؟ ما 100,000 ناقص 18 على 1.6 في 0.9 تمام بلس سوري بلس 17 انت قلت هنا صح ايوه ايوه هتجي حيجي معايا المبلغ 72,000 على 1.44 لا ما 72,000 82,000 يا باشمهندس ما 72 82,000 طيب 82,000 تمام على 1.44 اوكي لا ليه على 1.44 على 9 على 0.954 دي خليك معي 1.06 مظبوط في ايوه 0.954 في اضربها لا تقسم 82,000 على 0.94 في الاول قبل الجمع ما بقسم ايوه ما هذا ما انت ما اخذتيه في قوس مش كده ايوه 82,000 مظبوط طيب صحيح عندك هنا ايوه 1 بوينت كم معلش اديني الاد 0.954 بلس 17,000 تطلع لك 102,953 0.8 بتجبر بتعمل راوند للاكونت تطلع هو نفس الرقم صحيح الرقم 102,954
اوكي حصة رياضيات يا عامر. والله مسكت ورقة وقلم وقعدت كده، عرفت كيف في حاجة كده ما ظبطت معي. نتعاصر درس عاصر بعدين انا وانت. انا وانت كده على جنب ما في مشكلة. جدا ما في مشكلة. اختلعت والله لسه في. لا لا صح كده صحيح. لا كده وكده. تمام. طيب. لو ما في اللي هو الفرضية. قدامنا احنا. الفرضية بتاعتك انت كان ال 72,000 هي 82,000. كده اوكي مشت تمام. في زول رافع يده. دكتور بوين 102 ده معناته يعني متوالية بتاع التعجيز. أنا لو حسب تبابي نفسي الزمن ده يعني معناته أنا معجز. أنا حيكون عندك أيوة معناه حيكون عندك معناه حيكون عندك عجز. والعجز وقيمة العجز دي يعني في كانت في 18 يوم يعني أنا عملتها لو عملتها شكل متوالي يعني كلها مرة بتزيد لحد ما يروح. بالضبط كده يعني في النهاية أنت مفروض في النهاية العجز بتاعك بيكون 2000 احنا هنا حسبناه كم؟ بيكون في اتصمبو ان احنا حسبناه انه حيكون 2000 و 2000 وحاجه يعني. طيب الفيرينس ات كومبليشن يا جماعه اللي هو ده هنا بيجيك العجز بتاعك كويس بيجيك 2954. الدكتور في نويز شريط المايك مفتوح اقفل المايك. اوكي طيب نحن هنا جينا عملنا الاستيميت تو كومبليشن عملنا لها كالكوليشن كويس فطلع لنا الفيرينس ات كومبليشن بيجينا كم بيجينا 2954 ده الفيرينس ات كومبليشن معناها الفيرينس معناها انا عندي عجز هيكون في الميزانية بتاعتي اللي هو 2954 لكلي انه انا لسه يعني ممكن العجز ده ممكن سريع اشتغل فيه كويس اعمل فاست تراك اعمل ليفلنج ريسورسز المهم الحاجة اللي انت بتشوفها مناسبة للمشروع بتاعك وطوالي بعد مثلا مدة قصيرة تاني تيجي تعمل الفورميلا دي كلها تشوف هل انه انت حتصل النتيجة بتاعتك النهائية حتجيك ماينس 2945 ولا حتجيك زيرو ولا حتجيك بلس تمام انت بتعمل جهدك انك بس انت تجيك زيرو يعني ما يعني لانك انت لو ضغطت وعملت عملتها بلس ممكن المشكله دي تيجي بعدين تيجي تدفع بالزياده في الحته بتاعت لما تيجي تعمل شكل الكواليتي لما الكاستم يجي يستلم المشروع زي ما قال لك الشيخ أيوه. محمد دائما الكاستم في النهايه بيكون عنده راي يعني والله يا اخي دي انت ما عملتها ليه كويس اللون ده ما ظابط شنو كده كويس فانت دائما خلي الحاجات دي للنهايه يعني ما في اليوم ال20 يكون عندك انت عايز بتاع 2000 وتقول يا اخي لا لسه ما انا عندي حاجات ما اكتمل لا انت حاول انك انت عالجه يعني انت دائما خلي المشروع بتاعك ده ماشي ستدي انه والله العايز بتاعه زيرو يكون فانه كويس انه عندنا حاجات زي دي يعني اسيدي انت عارف لو رجعت لي خطيت الفورمولا دي وقعدت براك تفكر بتلاقي انه في مشاريع كثيره لو استعملوا فيها الحاجه دي ما كان يعني ما كان المشاريع دي فشلت ولا كان المشاريع دي وقفت فدي واحده من المشاكل اللي بتوقف المشاريع انه ما بكون في شكل البرفورمانس تشيك بالبرفورمانس ما انك انت بس تجي تشوفه كده لا تحسب بالفورمولا دي ذاتها يعني طيب الفيرس ات كومبليشن لما نقول لك اصغر من زيرو معناها زي ما قلنا يا جماعه البروجكت بتاعك ده يعني لو مشى بالطريقه دي انت محتاج لقروش زياده اكثر من الميزانيه اللي خدتيها له طيب نجي نشوف البرفورمانس اندكس كالكوليشن طيب نحن قلنا جبنا البودجت ات كومبليشن دارين نحسب منها التي سي بي اي كويس والتي سي بي اي دي نحن قبل شويه قلنا يا جماعه التي سي بي اي دي نحن بنحتاج لها في شنو لو في زول متذكر دي هنا التي سي بي اي اللي هي انك انت بتشوف الكوست ميجر اوف ذا كوست بيرفورمانس ذات از ريكوايرد تو اتشيف ان اوردر تو ميت ذا بودجت يعني انه والله البرفورمانس بتاعي ده ماشي وماشي زي ما انا مخطط له مع ومتناسق مع الميزانيه بتاعتي تمام ده اللي هو التي سي بي اي تو بي كومبليت بيرفورمانس اندكس اور تو كومبليت بيرفورمانس اندكس طيب نجي نشوف انه احنا بنحسبه كيف اللي هو بساوي البودجت ات كومبليشن ماينس
الان فاليو على بودجت كومبليشن ماينس اكشوال كوست. تمام واضحه. مثلا عندي انا البودجت كومبليشن اللي هي 100000 دي اللي اتخطت قبل ماينس الان فاليو انا حسبت لقيته 18000 على 100000 ذاتها البونص ات كومبليشن ماينس الاكشوال كوست بيجيني 0.988. What does it mean يا جماعه؟ لما يكون التي سي بي اي اكبر من 0 معناه شنو؟ معناه انه البروجكت بتاعي ده حينتهي وانا اوفر الميزانيه بتاعتي. تي سي بي اي اصغر من 1 it easier to complete the project at budget at completion value. ده لما يكون اصغر من 1. تمام؟ واللي هي هنا اللي اكبر من اللي هي اكبر من 1 ولا اصغر من 1؟ اصغر من 1. اصغر من 1 معناه انه انا يعني أصغر. معناه انه انا ممكن البروجكت بتاعي ده فيه احتماليتين انه انا ما احتاج لقروش زياده. تمام. طيب لما نجي نحسبها في الاستيميت ات كومبليشن احنا حسبناها حسبناها هنا بشنو؟ حسبناها بالبودجت ات كومبليشن. انا داير احسبها بالاستيميت ات كومبليشن نفس الشيء كويس اللي هي البودجت ات كومبليشن ماينس الان فاليو على الاستيميت ات كومبليشن ماينس الاكشوال فاليو فبيجيني ماينس او بيجيني 0.988. ده معناه it is easier to complete the project in new estimation. يعني انت مطلوب منك شنو هنا؟ شوف لما انت قبل هنا جيت عملت ولقيت انه والله في عجز في الميزانيه بتاعتك كويس طوال انت بتمشي للخطوه اللي بعدها اللي هي بتمشي بتجيب الفورمولا بتاعت التي سي بي اي وبتجي بتخطها كويس تحسبها لما تجيك النتائج كده كويس تجيك النتائج زي كده معناه والله يا اخي انا ما عندي مشكله ممكن انا لو عملت فاست تراك ممكن انا لو عملت كراشنج لبعض الاكتيفيتيز كويس او بعض الحاجات انا ما بكون عندي مشكله. تمام يعني انا ما بضطر اعمل امشي لتشينج ريكوست فدي بتحل لك من مشكله انه والله يا اخي انا محتاج لانه اغير حاجه محتاج لانه امشي اطلب تشينج لكن انت هنا ما محتاج تطلب تشينج لانه جيت حسبتها بالتي سي بي اي لقيت انه والله في احتماليه كبيره جدا او من السهل انه والله البروجكت بتاعي ده ينتهي بحسب الميزانيه بتاعته وحسب الاستيد اللي انا اخذته. فدي ادتك وضحت لك الصوره اكبر انك انت خلاص بدل قوي امشي بس اعمل ريسورس ليفلنج امشي العب في الـ في الـ في الـ في الـ اسمه شنو في النتورك دايجرام في الكريتيكال باث كويس حرك اكتيفيتيز اخيره زي قلل الزمن بتاع انت امورك بتكون تمام. فانت ما يعني مشكلتك ما كبيره. تمام. فهنا برضه يا جماعه قلنا لما يكون التي سي بي اي اصغر من 1 انه اتس ايزي تو كومبليت ذا بروجكت ات استيميت ات كومبليشن. طيب يا جماعه احنا انتهينا من الفورمولاز. تمام. اي هوب ان يا جماعه بس تمشوا تراجعوا كده بالراحه ما صعبه هي يا جماعه ولا معقده واضحه بس انت من البدايه تبدا من البدايه تشوف انه المعاني ذاتها انه الاي سي معناه شنو الفي سي معناه شنو الاي سي معناه شنو كويس انت لما تشوف المعاني بتاعتها دي كلها الفورمولا واضحه الفورمولا بتاعتها واضحه يعني انت ممكن بالكومن سنس تطلع الفورمولا بتاعتها. فانا ان شاء الله بعد المحاضره دي في كم سكرين شوت كده بحطها لكم في الجروب يعني. طيب في لما يا جماعه يكون الاي في الاي في دائما يا جماعه كم سبيرت في الفورمولا يعني انت اول حاجه تمشي تفتش ليها اللي هي الاند فاليو تطلع الاند فاليو وتاخذها على جنب. If it is a variance formula لما يكون يا جماعه الفورمولا فيها انت دار تحسب الفيرينس بتاعها انه الاند فاليو ماينس سمثينج دائما بيكون كده يعني الاند فاليو ماينس الاكشوال كوست الان فاليو ماينس ال يعني هسه لو رجعت للفورمولا بتلقاها كده يعني دي انا بس عملتها كده عشان تذكروا بيها الفورمولاز. طيب لما يكون عندك اندكس يا جماعه
انه دائما بيكون الـ end value over something، بمعنى الـ end value على، تمام؟ لما يكون الـ formula related للكوست، اول حاجه انت بتمشي تجيب الـ actual cost، والفورمولا لو ريليتد للسكيدول بتمشي بتجيب البلاند فاليو البي في. والفيرينس يا جماعه لما دائما يكون نيجاتيف معناها باد، معناها انت عندك مشكله، يا اما في البودجت يا اما في السكيدول. لما يكون بوزيتيف دائما جود. طيب لما في الاندكس يا جماعه، لما يكون اكبر من واحد الاندكس النتيجه بتاعته السي بي اي او الاس بي اي، لما تكون اكبر من واحد أو تساوي واحد أمورك أنت تمام، لكن لما تكون أقل من واحد أنت عندك مشكلة. دي لكن ما بتطبق على العكس. العكس يا دكتور تخيلي، مش نعم تخيلي أقل من واحد جود، أكثر من واحد باد. لا لما يكون أكبر، لما يكون أكبر من واحد تمام. لا كده كده أرجع لل أرجع لل قبل شوية. هنا شايف TCBI أقل من واحد is easier to complete at budget value. ما هي دي شنو؟ دي حتة بتاعت خطتك إنك أنت في حتة بتاعت إنه زي ما تقول شنو؟ إنه ممكن. أيوة معناه it complete project at budget. بالضبط كده، لكن لما يكون هو أكبر من واحد معناه good. طوال يعني ما بتحتاج إنه والله easier، والله إنه ممكن البروجيك ده يمشي as plan. تمام. انا فهمت قصدك هنا يا احمد. اكبر من واحد معناه في فائض في الميزانيه. لما يكون اكبر التي سي بي اي، لما يكون اكبر من واحد معناه انك انت يعني ممكن او ما بكون عندك مشكله انه والله يا اخي البروجكت بتاعي معناه كله تمام، لكن اصغر من واحد ممكن البروجكت بتاعك ده يمشي كويس. تمام. اللي هي دي الاس بس معلش ارجع لكم لها ثاني سريع. اللي هي دي ما تي سي بي اي، انا بتكلم التي سي بي اي برا الموضوع، انا بتكلم عن الاس بي اي. انت قلت اكسبت تي سي بي اي في باقي الحاجات يعني. بالضبط كده. بس معلش بس خلوني عشان تبي في السليم. ايوه شوف السي بي اي بتاعك لما يكون اقل من واحد البروجكت دائما بيكون اندر بودجت، ولما يكون الاس بي اي بتاعتك اصغر من واحد البروجكت بتاعك بيهايند ذا سكيدول. عشان كده دائما الاس بي اي والسي بي اي المفروض يكونوا اكبر من واحد عشان انت امورك تكون تمام. لكن دي ما للتي سي بي اي. التي سي بي اي يعني اكسبت يعني ما داخله مع الحاجتين دي. تمام اللي هي دي تي سي بي اي. التي سي بي اي دائما لما تكون اصغر من واحد ايزي تو كومبليت ان بودجت ات كومبليشن اور استيميت ات كومبليشن. لما تساوي واحد بيكون تمام يعني ما عندك مشكله انت از بلان. لما يكون اصغر من واحد هارد تو كومبليت ان بودجت ات كومبليشن اور استيميت ات كومبليشن. اللي هي دي في النهايه تمام اللي هي دي الاندكس. بس طلع منهن التي سي بي اي. التي سي بي اي اوكي تمام. طيب الاف برضه الاندكسز الاس بي اي والسي بي اي لما يكونوا اصغر من واحد معناه في مشكله، لكن دي ما منطبقه على التي سي بي اي. تمام يا شباب. تمام. ان شاء الله نحن كده انتهينا من الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت اكثر حاجه فيه يا جماعه الان فاليو مانجمنت، دي اكثر حاجه مهمه فيه، لانه دي انت بتحسب بيها البرفورمانس بتاعك وبتحسب بيها الاستيدل بتاعك، وانه بتطلع من النتيجه المفروض تطلع بها من الكوست مانجمنت بروسيس اللي هي البيز لاين. والمايك معاكم للاسئله. ادم يا دكتور، بس كنت دراسه على يلا انا كنت يعني الزول شغال في حاجه كده، قمت غيرت في الجزء من الريسورس بتاع البروجكت.
يعني زي مثلا كان زمان كنت اشتغلت في الجرادويشن بروجكت بتاعي، ايوه كنت شغال بالواي فاي شيدلينج، يعني جيت في نص البروجكت ان الواي فاي شيدلينج ما موجود عندي، يعني كنت غيرتها بال بي اي واي فاي. يلا هنا لما تجي تقدر الاستيميشن، لما تلقى الاستيميشن بتاعك اقل من الزيرو، او عندك ال الاستيميشن اكشوال الكومبليشن اقصد، بيبقى عندك فائض كتير. يعني يلا هنا أيوة. في المقارنة بتعمل شنو؟ يعني عندك فائض ميزانية كتير. يعني ما انت شوف، انت لو وصلت للحتة بتاعت التغيير دي ذاته، ان انت التشينج ريكوست ده وصلت له على اي اساس؟ انك انت عملت ري استيميت وجيت انه والله يا اخي البروجكت بالصورة الماشية دي او بالتولز الشغالة دي ما حينتهي، او انه انا ما حصل لي نتيجة، صح؟ لا لا، ما هو التولز تقلبه اصلا ما موجود عندنا في السودان، قلت يعني كنت اشتغلت بتولز ما موجود. اوكي، ما معناه دي شنو؟ دي ما دي مشكله بتاعت دي من البدايه، المفروض مشكله زي دي تتحل في البلاننج. دي نحن اصلا لما نجي في الريسورس مانجمنت، انك انت في ريسورس من البدايه لو اصلا ما موجوده ما تدخلها في حساباتك. حتى لو مثلا انه والله يا اخي الريسورس دي موجوده، لكن مثلا انا حضطر استوردها، تمام؟ دي برضو ممكن تكون يكون فيها ريسك، لانه ممكن ممكن تتاخر، ممكن اسعار تزيد، كويس يعني، وممكن لما هي تصلك يكون في فيرجن جديد يعني. تمام، اصلا انا قطعت بنفس المكان، لكن لما لقيت انه السنون الكوست بتاع زايد، يعني لما تجي من برا اصلا. تمام، ايوه، في الحته بتاعت الكوست دي انت المفروض تكون عندك الريزيرف. عشان كده احنا قلنا لما جينا في الريزيرف قلنا في البدايه انت بتخط البوديت بتاعتك، بتخط لها ماينس 25 بلس 15، تمام؟ يعني مثلا انه والله يا اخي انا داير ابني بيت، كويس؟ قالوا لي والله يا اخي زي بيتك ده، في مثلا جارك ده بناه مثلا ب 100,000، انت المفروض ما تخط ال 100,000، تاخذ 100,000 انه في هامش بتاع زياده لها 15% وفي ناقصه لها 15%، تمام؟ تمام، دي عشان بعدين شنو؟ عشان لما تجي في اللي انت حته بتاعت البلاننج برضه بتقوم بتخد ماينس 15% زائد 10%، اللي هي دي الهامش بتاع انه التزيد او تنقص. ايوه، بعدك انت كل ما البروجكت بتاعك شغال بتعمل ري استيميت، اللي هو زي الان فاليو مانجمنت دي، طوالي تعمل فوركاستنج وتقيس الحاجات بتاعتك، تشوف هل انك انت ماشي على حسب الميزانيه بتاعتك ولا ماشي اقل ولا اكثر يعني. اوكي، تمام، شكرا دكتور. اي سؤال يا شباب؟ قبل اظن في فيكم ما بعرف، خالد انت كنت عندك سؤال للكويز حط لي في النهايه. على ما اظن عامر اللي كان عنده سؤال. عامر، ايوه. لا لا يا اخي، ما كان عنده سؤال يا ريت. عامل انت عملت الكويز الليله، انا ما شايف اسمك هناك. انا ما لسه ما اشتغلت عشان كده ما عندي سؤال اصلا. اوكي كده لابد يا اخي، انا عملت لابد لكن طلبتني اعمل الماركاز دن. عملتهم لكن غلبتني اعمل الماركاز دن. اوكي تعال انا اعمل لك الماركاز دن وانت اعمل لي الكويز، ما عندك اي مشكله. طيب يا زول، انا عين الكويزات مني، انا ما بتاهلك يا عبا، يا دوب نطاقش في الخمسين كده. برضو دكتور، بس الحته بتاعت السؤال هنا بتاع الاندر بادجت ده. اوكي خليني. طيب السؤال لو شفته هسه جدا، طيب السؤال اللي يقول your project has a cost variance 1.1 and schedule variance 1.2. How is your project doing? Ahead of schedule and the budget. هي دي الإجابة الصحيحة. أنت في الإجابة الصحيحة مخطوطة في التصحيح، ahead of schedule over budget. اوكي، طيب هو قال لك الكوست فيرينس 1.1،
ايوه والسكيدول فيريوس 1.2 تمام. طيب الاثنين بوزيتيف، الاثنين بوزيتيف معناها شنو؟ اهيد سكيدول اندر بادجت اهيد اوف. طيب نرجع لل، خلينا نرجع للمعادلات. ما هو لما يكون نيجاتيف الكوست فارينس، لما يكون نيجاتيف بيكون اوفر بادجت. اوكي لما يكون بوزيتيف بيكون اندر بادجت. تمام جدا. اللي هي الكوست 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 ايوه. N value cost variance. Okay. طيب minus over over. والله ده شغل عظيم الصراحة. نعم يا دكتور. دكتور ده معانا ولا معزول ثاني؟ شكله في تليفونه لحد. محمد السي في طلع شنو؟ قال شنو؟ السي في هو 1.1 عندك. 1.1 معناه اكبر من، معناه اندر بودجت. اندر بودجت، يلا انت انت عاملها اوفر بودجت الصح. يا راجل. يلي الاجابه الصحيحه هي اهيد اوف سكادول اندر بودجت. اوكي ما في مشكله، بس انا اصلحها لو اي زول عاملها انا بتصلحها صح. بتتغير. تمام تمام. شكرا على اللي قلب ابقى 70 من 60. هي ظهرت اهيد اهيد سكيدجول، اهيد سكيدجول صح؟ هو عامل اوفر بادجت، عامل اوفر بادجت الاجابه الصحيحه، لكن هي اندر بادجت الصح. اوكي هي اهيد اهيد اوف اهيد اهيد اوف سكيدجول اندر بادجت. اهيد اوكي دي كده بتخلينا اجي 70 من 60 يا دكتور. Ahead of the schedule under. قلت جايب 60 كده بيجي 70. تمام كده لكن اسمع كده بتكون اسمع في زول نقصته، في زول في زول نقصه عادي بيكون. دكتور عصرت علي ناس ثانية. انا والله انا من الناس اللي حينقص عين كده. ده السؤال رقم كم عشان كان سؤال منزوم عشان تغش عشان تغش انا عارف. طيب كده نهايه ما شاء الله نهايه ما نقصت 10 درجات نهايه جايبه درجه كويسه. ده منو ده؟ ده منو اللي قال كده؟ طيب انا ها عامر عايز اغش. عامر عامر ثاني حاجه انا اصلا مش طالده جاي عشان ما شكلوني قبال ما ابدا ساكت. يا اقول لكم حاجه انا ما هشتغل اصلا ذات حزوق منه بالكامل. لا 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 اسمع ما لا لا لا. بعدين لانه ما تنسى بعد شوي انا حنقول الدرجات دي كلها واجي اديكم الافري. اي زول عامل ميسنج اسمع اي زول عامل ميسنج اوتوماتيكلي بيكون زيرو. دكتور عليك الله بس موضوع الميسنج بتاع الاكزام الفرق الزمن اللي كان حصلت في اوكي برضه يتذكر. رغبي كم يا محمد؟ الافري زول كل زول ادي افري يده ها ها كل زول ادي الافريج بتاعه في يده. البورد بس شفت في البورد الفضائي على الملا. لا لا اسمع دي لازم في البورد عشان اسمع لانه في ناس ما شاء الله مجتهدين. انا 10 حق دي. نعم انا واحد صدقت داير 10 بتاعتي جدا ما جدا ما عندي مشكله اسبوع يا اخي. انا دايره انا دايره دكتور حق الترجمه. طيب اسمع خالد في ريزيرف. انت داير يا دكتور ريزيرف، نحن دايرين ريزيرف هناك كونتنجنسي ريزيرف. اسمع دايرين كونتنجنسي ريزيرف ولا مانجمنت ريزيرف؟ لا 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 مانجمنت ما حلينا عليك. اسمع لكن ما تنسى يا جماعه خالد ده شغال، ده شغال ترجمه من اول يوم يعني معي. اي والله خالد خالد عنده 20% ترجمه. انا 20% أزوى. وعامر عنده 10% عكلته. دي نيجاتيف دي ديفيزيت دي ديفيزيت. لا لا العكلة بتاعته بوزيتيف يعني بتخليني انا امشي افتش وجهي. يا ريت لو وقفت الريكوردينج عشان شنو؟
ووقفت اللايف هنا عشان ما بتزيد لنا المساحة بتاعت لما نجي نحضر بعد. جدا ما عندك مشكلة. وقف اللايف هنا. أنا ما قاعد أعيد الحاجة. خلينا نتونس برا ساكت. جدا. خلينا نتونس بدون ريكورد. برجع لنا. أصبروا يا عابنا لا أصبروا يا. أصبروا بقى.